الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تقينا من الشرك والنفاق والضلال والزيغ والأهواء. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فبعد أيام قلائل سيهل علينا هلال العام الهجري الجديد الذي يذكرنا بحدث عظيم، يذكرنا بحدث نصر الله فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأعزه وأذل الشرك وأهله. إنه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. لقد بقي الرسول صلى الله عليه وسلم ومكث بعد بعثته في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى الله ويغرس العقيدة الصحيحة في من آمن به، ويدعو الناس إلى الإسلام وإلى دين الله ونبذ الأوثان والأصنام، وما آمن معه إلا قليل. وهؤلاء الذين آمنوا به أوذوا واضطهدوا وقتل بعضهم، وعلى رأسهم قائدهم ونبيهم ورسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أوذي واضطهد وحوصر صلى الله عليه وسلم. فلما كثر الإذاية، كثرت الإذاية والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، أذن الله له بأن يأذن لأصحابه بالهجرة إلى يثرب، وهي المدينة المنورة. فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى الهجرة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة. فهاجر من هاجر من أصحابه، فمنهم من هاجر فرداً فرادى، ومنهم من هاجر مع مجموع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائد الحريص على سلامة أصحابه فقدم أصحابه، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن هجرته. فلما علم المشركون بهجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فخافوا أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون دولة، ويكون بعد ذلك جيشا قويا فيحاربهم. فخافوا واجتمعوا اجتماعا طارئا من أجل أمر محمد صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا في دار الندوة، أي القبائل كلها إلا بنو هاشم، فاجتمعوا على أن ينظروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعلون به، وما هي الطريقة للتخلص من هذه الدعوة الجديدة. فمنهم من اقترح أن يسجن، ومنهم من اقترح أن ينفى، ومنهم من اقترح أن يقتل. فوافقوا على هذا الأمر وعلى هذه الجريمة النكراء التي خططوا لها، وهو اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الرسالة العظمى العظيمة، صاحب الحق. ولكن الله لا تخفى عليه خافية، فنزل جبريل عليه السلام ونزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يخبره بالخطة الجهنمية
النكراء التي تحاط ضده، وكان ذلك في يوم الخميس 27 صفر. فجاء الأمر من الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فجبريل عليه السلام قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يرعاه ويحفظه، فقال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم للنبي: ألا تبيت هذه الليلة على فراشك. وترك له الأمر بأن يأخذ بالأسباب. جبريل يقول له: لا تبيت هذه الليلة في فراشك، ولكن دبر أمرك وخطط لهذه الهجرة، فقد أذن الله لك بالهجرة إلى المدينة المنورة. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله حكيم، قائد الأمة، نبي الرحمة، فخطط صلى الله عليه وسلم لهذه الهجرة. وأبو بكر الصديق كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن له بالهجرة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له: تمهل، اصبر، لعل الله يجعل لك صاحبا يهاجر معك. وأبو بكر كان يتمنى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصاحب في الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع الظهيرة، قصد بيت أبي بكر. والظهيرة، ما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور الناس في الظهيرة، أي في الزوال، لأنه وقت القيلولة. فلما رأى أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه في هذا الوقت، فقال: ما جاء إلا لأمر مهم. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيته وأخبره الخبر، فقال له: الصحبة يا رسول الله، أريد أن أصاحبك في هذه الهجرة التي ستخلد في التاريخ، ستخلد في كلام الله عز وجل. فقال له: نعم. فبكى أبو بكر الصديق، فقالت أمنا عائشة: فما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح، يترك أهله وأولاده ووطنه وماله فرحا بالهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر قد جهز راحلتين، إحداهما للنبي صلى الله عليه وسلم وقد دفع أجرتها، والأخرى له. فخطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة. من الخريط؟ من الدليل الذي سيدلنا على الطريق؟ فاقترح عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الله بن أريقط الكافر المشرك هو الذي سيقود النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في هذه الهجرة، يعرف الطريق الوعر الذي سيسلكه. العرب كانت لهم أمانة، كان لهم صدق، لا يخون. مشرك لا يخون، مشرك لا يكذب، مشرك لا يغش، مشرك هو على عقيدته، فلا يخون ولا يكذب، لا يخون الأمانة. فاتفق معه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في غار ثورين، وعين النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بكر الصديق عينا له على أهل مكة، فيأتيهم بالخبر، المخابرات الإسلامية، أن يأتيهم بالخبر ما يجري في مكة حين يكون في غار ثور. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر كان يرعى الغنم، فيأتي ويخفي آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر، أسماء رضي الله تعالى، كانت حاملة، ومع ذلك عينت كوزيرة لتجهيز الطعام والمؤن لمدة 3 أيام. كانت بنفسها تأخذ وهي حامل الطعام، وتأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في غار ثور، مسافة على ما يقرب من 6 كيلومترات، تقطع هذه المسافة من أجل أن توصل الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر. وهذه الليلة التي سيخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نادى على علي بن أبي طالب، أول فداء في الإسلام،
وهو عمره لا يتجاوز 23 سنة شاب، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبيت في فراشه وأن يسجى ببرده، أن يغطى ببرده، فقال له: لا تخف، لن يصل إليك آذ أبدا، لن يضرك أحد، لن يؤذيك أحد، فاطمأن. والأمر الثاني، الأمر الأول لماذا؟ ليموه على المشركين، لأنهم سيراقبون النبي صلى الله عليه وسلم من ثقب الباب. الأمر الثاني أنه يرد الأمانات. المشركون عدوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يأتون بالأمانات فيضعونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك وهؤلاء أعدائي سآخذ هذه الأمانات، بل أمر علي أن يرد الأمانات إلى أهلها كل واحد باسمه. وفي الليل والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته والمشركون يجهزون لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عينوا من كل قبيلة شاب وأعطوه السيف وأمروهم بأن يضربوه ضربة رجل واحد، فإذا ما قتل محمد فلا تقدر قبيلته بنو هاشم لمقاتلة جميع القبائل ويكتفون بقبول الدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا وعلي في فراشه، فإذا هو يرى الشباب قد أحاطوا ببيته. أمر الله، خطة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج، ما يراه أحد، ولكن وجد الشباب المشركين ينتظرون خروجه لقتله واغتياله، فقال له الله: لا تخف. فألقى الله عليهم النوم، أخذ أبصارهم، لا يبصرون ولا يسمعون. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ حفنة من تراب ووضع على كل واحد منهم شيئا من التراب على رأسه، وهو يقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقصد بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وخرج ليلا متجهين إلى غار ثور جنوب اليمن، جنوبا جهة اليمن، ودخل أول من دخل الغار هو أبو بكر الصديق ليستأمن المكان خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الخطة سارت على ما خطط لها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قبل الفجر جاء أبو جهل فقال: ماذا تنتظرون؟ خرج محمد؟ قالوا: ما خرج بعد. فنظروا من ثقب الباب فقالوا: هو مسجن ببرد. والعرب ما كانوا يقتحمون دار أحد ولا بيت أحد، عار عليهم أن يقتحموا دار أحد، لأنهم كان لهم عار، يطرقوا الباب، فطرقوا الباب بعنف. وخرج علي فقال: أين محمد؟ قال: لا أدري. فضربوه، ضربه أبو جهل فقال: لا أدري. وهنا غاضهم أمر غيظا شديدا، فاتخذوا قرارات حاسمة في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. القرار الأول مداهمة بيت أبي بكر، القرار الثاني الاستنفار الأمني وبث العيون في المدينة وعلى مداخل مكة، بث العيون في مكة وعلى مداخلها. القرار الثالث رصد جائزة 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حي أو ميتا. فأول قرار قصدوا بيت أبي بكر
وطرقوا الباب بعنف، وخرجت أسماء فقال لها أبو جهل: أين أبوك؟ فقالت: ما أدري. فصفعها صفعة قوية حتى سقط قرطها من الأذن. ثم ذهبوا يبحثون، فأوتي بقاص يتتبع آثار المشي، فتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق حتى بلغوا، وهذا علم تجربة، قصاص الأثر، حتى وصلوا إلى غار ثور وانتهى أثر الأقدام. ولكن إرادة الله، قوة الله، عناية الله، رعاية الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما كتبه الله عليك. فإذا الله عز وجل كما في الأثر عنكبوت قد نسجت نسيجا على فم الغار، ولو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: لو دخل الغار لقطع نسيج العنكبوت. ثم انصرفوا، ولذلك لما وقفوا على الغار فأبو بكر خاف يرتعد، فقال له الرسول: ما بك؟ قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. مجرد أن ينظر إلى ما إلى قدميه يبصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغار قصير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولذلك قال الله عز وجل في شأن هذا الحدث: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. ثم في يوم الاثنين جاء عبد الله بن أريقت براحلتين، ومعه راحلته، ومعهم عامر بن فهيرة، فتوجهوا إلى المدينة المنورة على ساحل البحر الأحمر. ثمانية أيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، وهو يمشي على الأقدام وعلى الراحلة صلى الله عليه وسلم. ففي يوم الاثنين الأخرى، الثاني عشر من ربيع الأول، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، والمسلمون الذين كانوا أسلموا من قبل، وقد دخل كثير من البيوتات الإسلام، بيوتات أهل المدينة الإسلام، ففرحوا فرحا شديدا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم مدة في قباء، وبنى مسجد قباء، ثم توجه إلى المدينة وبنى مسجده الشريف، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وأمرهم باتخاذ سوق لهم يخصهم، فبنى الدولة الفتية، الدولة الإسلامية القائمة على الأخوة، القائمة على الكتاب والسنة. وبذلك نصرهم الله وأعلى كلمة الإسلام، وصار الإسلام في كل مكان، في كل مكان، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فإننا نرى في هذه الأيام أرقاما مهولة، وفي تصاعد عن كوفيد أو فيروس أو كورونا. هذا الفيروس الذي انتشر بشكل مهول، بشكل فظيع، فلا بد من الاحتياطات وأخذ الحذر، وهذا مطلوب.
كما كنا نتحدث عن أسباب اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وفي سلامة، كان يحرص على سلامة أصحابه أن لا يؤذوا. فالمسلم عليه أن يحرص على نفسه أن لا يؤذى وأن لا يؤذي، أن لا يؤذى وأن لا يؤذي. فإذا ما قدر أوذي الإنسان فلا يؤذي الآخرين، لأن هناك بعض الناس وقد سمعنا وعرفنا بعضهم أنه مصاب ويدخل الأسواق ويجلس في المقاهي ويصافح، وما يدري هذا الشخص أنه إذا آذى شخص ومات بهذا الفيروس فيكون قاتلا للروح، قاتلا للنفس، يحاسب يوم القيامة. لذلك علينا أن نتخذ الاحترازات، الاحترازات سهلة يسيرة، فنبتعد عن المصافحة وعن المعانقة ونضع الكمامة، وهذه تعرفونها ونعرفها جميعا حتى يزول، ونكثر من الدعاء، ونكثر من الدعاء أن يرفع الله عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ابعد عنا هذا الوباء، اللهم شف مرضانا.